بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأسرة الإعلامية بمقر محكمة سيدي محمد. في البداية تجدر الإشارة إلى أن عقدنا لهذا اللقاء بصفتي وكيل جمهورية لدى محكمة سيدي محمد بمعية رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر العاصمة يأتي في سياق التواصل المستمر بين القضاء والإعلام في إطار أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة. ومنطلق الإجراءات في قضية الحال كان بموجب شكوى السيد وزير الشباب والرياضة بتاريخ 18 مايو 2020 أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد. ضمنها ما يفيد تداول مختلف شبكات التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي بين شخصين يظهر أنه كان في إطار مكالمة هاتفية تضمن الحديث عن الاتفاق على ترتيب مباريات البطولة الوطنية للرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم للموسم 2019-2020. وقد خص بالذكر مباريات اتحاد بسكرة وفاق سطيف في إطار الجولة 21، اتحاد بلعباس وفاق سطيف في إطار الجولة 25، واتحاد بسك وأهلي برج بوعريريج اتحاد بسكرة في إطار الجولة 28. بناء على ذلك أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول الوقائع، وتم تكليف الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر العاصمة بهذا التحقيق تحت إشراف رئيسها. وقد تم خلال إجراءات التحقيق الابتدائي الإذن بتعريف 7 خطوط هاتفية نقالة مع مختلف متعاملي الهاتف النقال، وتحديد الموقع الجغرافي لبعض منها خلال إجراء أصحابها لمكالمة هاتفية. كما تم الإذن من أجل التفتيش الإلكتروني لهواتف النقالة ضبطت بحوزة المشتبه فيهم مع إرسالها إلى مخبر الشرطة العلمية من أجل استخراج جميع المعطيات التي تخص الوقائع محل التحقيق. وبعد استرداد جميع مقاطع المكالمة الهاتفية بمدة إجمالية تقدر بثلث دقائق وثمانية واربعين ثانية، والتي نشر جزء منها فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين أنها تعود إلى تاريخ 4 مارس 2020 على الساعة منتصف الليل و14 دقيقة. وبناء على ذلك أمرت نيابة الجمهورية بإجراء مقارنة صوتية بمعرفة رئيس دائرة التحليل الجنائي للصوت بالمخبر المركزي للشرطة لصوتين لمشتبه فيهما لتأكيد مدى مطابقتهما للتسجيل الصوتي محل التحريات. وقد جاءت نتائج الخبرة إلى تأكيد عدم وجود أي خلل في تسلسل الأصوات في التسجيل محل الخبرة، مع وجود تطابق جد مرتفع بين الصوتي المشتبه فيهما محل المقارنة والتسجيل الذي تضمنته المكالمة الهاتفية. كما تضمنت إجراءات التحقيق الابتدائي إلى الاستماع إلى 9 أشخاص وتلقي تصريحاتهم في محاضر رسمية بمعرفة ضابطي شرطة قضائية، وتمكينهم من إيداع جميع الوثائق والمستندات التي رأوا أنها تدعم وتبرر تصريحاتهم. وقد انتهى التحقيق الابتدائي دون توقيف أي شخص للنظر، وأمرت نيابة الجمهورية بتقديم الأطراف أمامها بتاريخ الأمس الموافق ل 7 جوان 2020. وبهذا التاريخ تم الاستماع إلى أطراف القضية من قبل وكيل الجمهورية الذي خلص إلى توجيه طلب إجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق يتضمن اتهام 3 أشخاص، وكذا كل من يكشف عنه التحقيق عن جنح منح ووعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة امتيازات مادية ومالية بغرض تغيير سير منافسة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية، وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بواسطة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات بغير إذن صاحبها، وجنحة الاحتفاظ
والوضع في متناول الجمهور، تسجيلات متحصل عليها بدون إذن صاحبها للمتهم الأول الرمز إلى اسمه بسين نون، وجنحت منح ووعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة امتيازات مادية ومالية بغرض تغيير سير منافسة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية للمتهم الثاني المرموز إلى اسمه بحافة، وجنحت المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بواسطة التقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات بغير إذن صاحبها، وجنحت الاحتفاظ والوضع في متناول الجمهور تسجيلات متحصل عليها بدون إذن صاحبها للمتهم الثالث ميم نون. كل ذلك طبقا للمادة 247 من القانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، وكذا المادتين 303 مكرر واحد من قانون العقوبات. وبنفس التاريخ استمع قاضي التحقيق إلى أطراف القضية بدءا بممثل وزارة الشباب والرياضة الذي طالب التأسس كطرف مدني، وبعد استجواب المتهمين الثلاث من قبل السيد قاضي التحقيق أصدر مذكرة بالوضع رهن الحبس المؤقت للمتهمين سين نون وحاء فاء، وأمر بإخضاع المتهم الثالث ميم نون لالتزامات الرقابة القضائية. تلك هي العناصر الموضوعية المستخلصة من الإجراءات دون تقييم للأعباء التي ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد إفادة الرأي العام بها مع مراعاة قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد. شاكر لكم حرصكم وتجاوبكم مع فتح باب لإمكانية طرح الأسئلة للسؤال واحد لكل عنوان، وأعتذر مسبقا إذا ما جاوبتش على بعض الأسئلة احتراما لمبدأ سرية التحقيق. تفضلوا اللي يطرح السؤال يمد الاسم وعنوان الجريدة. تفضل. الأمر كيفاش؟ لأنه نيابة الجمهورية تحصلت على التسجيل الصوتي لموضوع في شبكة التواصل الاجتماعي، وبعد ما تم فتح تحقيق تم استرجاع النسخة الأصلية للتسجيل، لأنه الجزء اللي راه منشور إلا جزء فقط. تم الأمر بإجراء خبرة صوتية لمشتبهين فيهما، يشتبه أنهم هما اللي يرجح أنهم جراوا المكالمة الهاتفية. بعد إجراء الخبرة تبين أنه وجود تطابق كبير بين التسجيل المتحصل عليه للمكالمة الهاتفية للشخصين مقارنة بالشخصين المشتبه فيهما اللذين أخضعا للمقارنة. التحقيق راهو في البدايه نتاع التحقيق راهو في البدايه تاعو. نيابة الجمهورية امرت بفتح تحقيق مع اتهام مبدئيا ثلاث اشخاص، ويمكن توسيع الاتهام الى اي شخص يمكن انه يثبت وجود اعباء لارتكابه الوقائع محل الاتهام. كما كنت نتكلم في البيان أنه التحقيق الابتدائي انتهى إلى اتهام ثلاث أشخاص، بقية الأشخاص قاضي التحقيق استمع إليهم كشهود وممكن أنه يستدعيهم في أي وقت آخر من أجل إفادة للتحقيق.
نو هذا مش ممكن لأنه القضية راهي مطروحة أمام قاضي التحقيق، هو اللي عنده الاختصاص والصلاحيات أنه يستدعي ما تشاء ومن شاء. تفضل. بالنسبة للأطراف نيابة الجمهورية اتهمت ثلاث أشخاص محل اتهام كانوا حاضرين ومثلوا أمام قاضي التحقيق. اثنين منهم صدر في حقهم مذكرة بالوضع رهن الحبس المؤقت، الشخص الثالث أخضعوا لالتزامات الرقابة القضائية. شيرين أكدوا أنه أشخاص اللي كانوا محل اتهام كانوا حاضرين أمام قاضي التحقيق. الجزء الثاني من السؤال تاعك، القاضي التحقيق بعد ما أصدر مذكرة إيداع ضد المتهمين، سواء مذكرة إيداع ولا أمر بالوضع في الرقابة القضائية، يبلغ المعنيين المتهمين بأنهم عندهم أجل 3 أيام من تاريخ صدور الأمر باش يسجلوا استئناف، يعني الأجل الاستئناف ما زال مفتوحة، ممكن أنهم يسجلوا في أي يوم. تفضل. نو جو بونس هذا السؤال اللي سبق للاوان تاعو. النص نقرا لك نص الماده. المادة 247 اللي هي محل المتابعة تعاقب بالحبس من 2 إلى 10 سنوات ومن 200,000 دينار إلى 1,000,000 دينار جزائري كل ما تثبت فيه هاد الجريمة. تفضل. نعود نعطيك التكييف. هو جنحة ملح ووعد بملح بصفة مباشرة أو غير مباشرة، امتيازات مادية ومالية بغرض تغيير سير منافسة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية. نعم. نو هذا من القانون رقم 1305 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. سبق وان سألت ده. تفضل. شوف الوقائع محل الطلب افتتاحي راهي امام قاضي التحقيق، قاضي التحقيق له جميع الصلاحيات من اجل الوصول الى الحقيقه. التحقيق راهو في البدايه نتاعو. هذا ما كانش اسئله اخرى. شكرا لكم على الحضور. تفضل تسال. تفضل سؤال الاخير. هنا كنا جاوبنا على السؤال. تفضل اخر سؤال. السلام عليكم. استاذ عبد المنعم، سمعنا عن هذا الاسهم
هذه كنت نقول هذا التحقيق راه في البداية تاعو، انا عطيتكم حوصلة على التحقيق الابتدائي واش توصل الأعباء التي تم الاعتماد عليها من اجل توجيه الاتهام لثلاث اشخاص. التحقيق راه في البداية تاعو، التحقيق ممكن انه يتوصل الى اشياء جديدة. شكرا لكم، الى الملتقى مرة اخرى ان شاء الله.